أسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء، ثم حذره من الشيطان ألد الأعداء، ثم أنفذ فيه ما جرى به القضاء، فأهبطه إلى الدنيا دار الابتلاء، ثم جعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء، ثم توالت الرسل والأنبياء فاختتمت بالشريعة الغراء، وصلاة وسلاما على صاحب الكتاب الأبقى والثوب الأبقى والقلب الأبقى سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، الله زاد محمدا تعظيما، حباه فضلا من لدنه عظيما، ذو رأفة ذو رحمة بالمؤمنين، سماك ربك في القرآن محمدا، وكيف لا وقد سبح الحصى في يديه، نبع الماء من بين اصبعيه، هن الجزع اليه فما الهجرة الا تأييدا اليه، وما الاسراء الا تسرية اليه، وما تحويل القبلة الا ارضاء اليه. الله وملائكته صلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه ليلة القرآنية المباركة يقيم ترحبا على روح الراحل الكريم فقيد عموم عائلة الفراء بالدير مركز توخ بمحافظة القليوبية، الراحل الكريم المرحوم الشيخ حسني عبد المنعم الفران عليه رحمة الله، أسأل ربي له المغفرة والرحمة يسكنه فسيح جناته. أدعو ذلكم العلم القرآني قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي وابن مركز ومدينة جبين القناطر بمحافظة القليوبية، له فضيلة مولانا القارئ العلم الشيخ محمد صلاح الوكيل، أدعوه إلى منصة التلاوة ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم أوحينا إليك أن
أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة واصبر وما صبرك إلا بالله
والسلام. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا
الذي باركنا حوله لنبيه بسم الله